أنا دلوقتي واقف فوق الكوبري قدام سفارة إسرائيل. في ألافات مؤلفة هنا بأعلام فلسطين في كل حتة، والناس كلها بتهتف الشعب يريد إسقاط إسرائيل وعاوزين يقفلوا السفارة. من شوية كان الأمن المركزي هنا ومشي، ودلوقتي ما بقاش فيه غير الجيش وادي شباب مصر اهو. ادي شباب مصر اللي واقف مع فلسطين. فيا ريت منى الطحاوي والناس اللي قاعده في امريكا دي تخرس شويه، الناس اللي قاعده تقول ان الثوره المصريه دي ملهاش اي علاقه باسرائيل ولا مناهضه امريكا. ادي شعب مصر اهو بيقول كلمته اهو، وفلسطين عربيه واحنا راجعين.